ليفينمون هو يندرج في إطار الاحتفال بشهر التراث. هو هكا خزرة التالي معناها لتونس، تونس أيام زمان، تونس قبل، تونس للشغمة نتاعها، تونس كرهبة القديمة، تونس العولة، تونس تونس الحاجات الحلوة، تونس اللبسة التقليدية. دونك هي نوع من نوع ما حنين معناها للماضي نتاع تونس، واللي احنا بيه هو معناها نجمو بيه هو نجمو نتقدمو ونراعيو خصوصيتنا ونعملو حاجات حلوة في بيان سور في معناها المجال الثقافي. احنا توا نحضروا في ليله العبدليه 2016 واللي سنه ان شاء الله باش تكون في الفضاء في قصر العبدليه، وباش تبدا يوم 18 جوان وتكمل ان شاء الله يوم 25، يكون الاختتام يوم 25 جوان. كي العاده معناها كيما عوده العبدليه معناها جمهورها وليله العبدليه جمهورها اللي يحب الطرب الاصيل، دوره السنه كيف كيف حاولنا نبحثوا فيها ونلوجوا على الاسماء اللي هي معناها تكون معناها في المستوى اللي يحبه معناها الجمهور اللي يحب الطرب الاصيل. دونك ان شاء الله السنه دوره زاده كيما هما يستناو فيها، ان شاء الله تكون دوره حلوه. رمضانكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير، مرحبا بكم في ليالي العبدليه 2016 من 18 جوان ل 25 جوان. الهدف نتاع الجمعيه نتاعنا علاش تكون الساعه؟ باش نحاولوا نحطوا الصناعات التقليديه نتاعنا في اطارها جديد، يعني نعملوا يعني اون غوفيزيت للحاجات اللي ما عادش نستعملوهم، نحاولوا نحط يعني ندخلوهم في الصنع ولا في الاستعمال اليومي نتاعنا. حاولنا نخترعوا ولا نبتكروا هذايا الغربال فيكون طاولة كبيرة نجم نستعملوها، وعنا ديبو فيها باز دو كل شيء اللي راهي يقول غربال، ولكن غربال نجم نقعد عليه، نجم نستعمله للزينة. اللي تشوفوا فيهم هذوما هذايا سوسون دي زارتيزان، يعني حرفيين ما لقاوش الفرصة باش يوريوا الموهبة نتاعهم. لميناهم، أطرناهم باللي نجموا وخرجنا حاجات اللي انا نعتز بها، مثال هالتابلو اللي ورايا بالموزايك. الغايه نتاعنا هي في الاخر نستعمل 100% ميد ان تونيزيا 100% تونسي.